المدرسة اللي كنت اتعلم فيها انقصفت، 14 ولد ماتوا، راحوا شقف هن وراءهم كتبهم كل شي. كل اللي نفدوا منها هربوا من المدرسة، وأنا ضليت عم بركض بالشارع مثل المجنونة شي ساعة. الناس قالوا لي إنه حتى الشارع اللي في بيتنا انقصف كمان. لما وصلت ما كان في شي بقيان على محله، كل شي على الأرض كله محروق، ما ضل لي شي. هربنا ضلينا عم نمشي ليلة بحالة، بعدين أخذونا وركبونا بسرافيس طلعونا برا سوريا. ناس منا راحوا على الأردن، وناس راحوا على بيروت، ناس اجوا هون لاجئين، يعني لاجئة. أنا لاجئة. اكتوبر يا اسطى. سمعت انهم بيعملوا في اوروبا مهرجان الستات بيمشوا فيه بغبيص في الشارع، كلهم انكت يا معلم. والله ستات سان فاسون، يعني يمشوا بغبيص ويعملوا ده كمان؟ مش سمعت حاجه تشرحها؟ دي حاجه توجع القلب، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت ايه، النسوان كلت دماغك؟ شاه رضا العب. اتكل على الله. السلام عليكم. وشاك